عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عباقرة الصغار، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وأهلا بكم مرة أخرى قناتكم يبي لك طفلي. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا مع بعض تعلم الحروف الهجائية بطريقة بسيطة وممتعة. إن شاء الله نتمنى تكونوا مستعدين وتكونوا منتبهين باش نزيدوا نتعلموا جوج حروف أخرين. يلا، الحرف الأول اللي معنا هو حرف الدال. حرف الدال، دال. ما تنخرجوش لسان ديالنا حيت ما كايناش النقطة هنا تقول لنا خرجوا لسان ديالكم باش تنطقوني مزيان. لا، دابا نخليو لسان الداخل ونقولوا دال دال دال. يلا نعاودوا مع بعض. دال، برافو، ما شاء الله، مزيان. دال دال، مثلو مثلو. ديك ديك ديك، كتبوه كتبو ديك. ديكون، ديكون ديكون. نعاودو مع بعضياتنا الحروف. دال دال دال، ديكون ديكون ديكون. عندنا حرف الدال، فين كاين عندنا حرف الدال؟ عندنا في الاول، ها هو عندنا حرف الدال في الاول، ديكون. دابا ننتقلوا للحرف الموالي اللي هو حرف الطاء. طاء طاء، عود الحرف طاء. عندنا فيه غير الرقبة بوحديتها، شفتوها الرقبة بوحديتها. طاء طاء طاء. يلا نعود مع بعضياتنا وتكرروا معايا. يلا، طاء، برافو، ما شاء الله. طاء طاء، مثلو مثلو. طفل طفل، كتبوا طفل مع بعضياتنا. طفل طفل طفل. نعود الحرف طاء طاء طاء. طفل طفل، فين عندنا الطاء؟ فين عندنا الطاء؟ ها هي، هنا في اول الكلمه، اول الكلمه. دابا نعاودوا مع بعضياتنا الحروف من الاول ونقولوا دال دال دال. ديكون ديكون. طاء طاء طاء. طفل طفل. نتمنى يا ربي نكون وصلت لكم الدرس مزيان وبطريقة بسيطة وممتعة، وان شاء الله غدا ننتقلوا النشاط اللي دائما تنوعدكم به في اخر الحصة. ان شاء الله غادي يكون نشاط ممتع للغاية لانه جديد وعمرنا ما درناه. يلا نتلاقاو في النشاط. اهلا وليداتي، النشاط اليوم غنخدمو بالبالونات وغنحاولوا نكتبوا فيهم الحروف اللي تعلمنا. غنشوفوا الحرف الاول اللي قرينا اللي هو حرف الدال، نحطوه قدامنا بحال هكذايا باش نقلو ونحاولوا نكتبوا بقلم في البالون ديالنا، اتفقنا؟ يلا غنحاولوا ما امكن نديروا بحال الحرف اللي كتبت لنا المعلمه. سميت هذا حرف الدال، عندكم تبركوا على البالون يطرطق لكم. دال، هذا حرف الدال. اليوم غادا نلعبو بالبالون وغادا نبقاو تنقولو هذا حرف دال هذا حرف دال. نخليو الحرف هنايا ونوليو نكتبو الحرف الثاني اللي هو حرف الطاء. حرف الطاء، هذا حرف الطاء هذا حرف الطاء.
النشاط ديالنا اليوم هو اننا نكتب على البالونات. نتمنى النشاط اليوم يكون عجبكم حبايبي الصغار. نتلاقاو مع فيديو اخر ونشاط اخر. ما تنساوش تشاركوا في القناة الا كنتم مازال ما اشتركتوش، والضغط على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. حفظكم الله ورعاكم احبائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.